بحضور ممثلي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تجسيدا للالتزام بتطوير شراكة أوثق في ضوء التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. وتمثل القمة محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كونها فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي بين الجانبين. وينظر الاتحاد الأوروبي إلى القمة باعتبارها فرصة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب مع الشركاء الاستراتيجيين في ظل هذه الظروف الجيوسياسية الراهنة. قمة خليجية أوروبية هي الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين قبل 35 عاماً. قمة بروكسل تعد محطة تاريخية مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعكس أيضا التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. دولة الكويت التي لبت الدعوة للمشاركة في القمة ستشارك بوفد رفيع يرأسه ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح، وستسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز دورها كشريك دولي في التنمية المستدامة. ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ستفرض نفسها على القمة، إلا أنه وبحسب المراقبين ستركز بشكل خاص على مناقشة تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. ملفات الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة بما يساهم في تطوير التعاون لتحقيق أمن الطاقة ستحظى بنصيب كذلك من المناقشة، لما يوليه الجانبان الخليجي والأوروبي من أهمية كبيرة لدفع عجلة التكامل الاقتصادي وتعميق الشراكة التجارية. قمة بروكسل ستشمل نقاشات مستفيضة حول القضايا البيئية الملحة خاصة التغير المناخي، إلى جانب كيفية تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار. وعلى الصعيد الأمني ستبحث القمة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المسلحة وضمان أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن السبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي قد تؤثر على الاقتصادات الوطنية. وتأتي القمة الخليجية الأوروبية تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي نحو 204.3 مليارات دولار أمريكي، بلغت منها صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي نحو 106.3 مليارات دولار، وهو أمر يشكل فرصة استراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خارطة طريق لمستقبل الشراكة.